السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل بيساعدك باستخدام الذكاء الاصطناعي ان انت تاخد قرار، يعني عندك اي موضوع تبدأ ان انت تشوف ايه المزايا وايه العيوب والحاجات دي كلها. يعني على سبيل المثال مثلا عايز اعمل ايه، خلينا نقول بابلش ابوك اباوت اي اي عن الانترنت، يبدأ بقى يجيب لك المزايا والعيوب للفكرة دي. فبيفتح لك مواضيع، بيفتح لك افكار ممكن يكونش الواحد واخد باله منها، متحمس زيادة عن اللزوم او انما هنا يبدأ ان هو يديك بعض النقاط المزايا والعيوب لو نشرته على النت او نشرته مطبوع او وهكذا. فيبدأ ان هو يديك اقتراحات تمام لأي موضوع تفكر فيه، عايز مثلا تختار كلية معينة، عايز فبيديك اقتراحات، انما اللي بياخد القرار في الاخر حضرتك مش حد تاني.